أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمنوا ياكم الخط تقدرون تتواصلون ويانا على رقم الواتساب ورسائل مكتوبة. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا، وأول ملف ويانا بحلقة اليوم هو ملف الانفلات الأمني بالعراق. الاشتباكات اللي تنشب بين مدة وثانية بين الميليشيات وعمليات الاغتيال والخطف والنزاعات العشائرية ذن كلهن تفند للي تروج لحكومة الإطار التنسيقي عبر آلاتها الإعلامية من سيطرتها على السلاح المنفلت، وإضافة إلى استقرار الوضع الأمني. مراقبين أشاروا إلى أن القوات الأمنية تلعب دور المتفرج أثناء وقوع الاشتباكات والنزاعات المسلحة خشية الملاحقات العشائرية وعجز الدولة عن حمايتهم، على الرغم من أن الاشتباكات تهدد حياة المواطنين بالدرجة الأساس. صار مشهد ترويع المواطنين ببيوتهم من قبل الميليشيات المتنفذة بهدف تهجيرهم والاستحواذ والاستيلاء على المنزل من المشاهد المألوفة، مثل اللي صار ويا عائلة ببغداد تم اقتحام منزلها من قبل عناصر ميليشيا السرايا، ما أدى إلى ترويع الأهالي والسكان بهذا البيت. تعالوا نشوف. هذا اللي صار ببيت هذول الناس. ميليشيا طبت للبيت، ما عاجب تريد البيت، ملك ايجار تريد البيت، ناس عايشه بيه ما عايشه بيه تريد البيت، اكو جهال اكو نساء تريد البيت، اكو اطفال اكو شياب تريد البيت. قل لي محمد الشيعي السوداني رئيس حكومه اطار التنسيق الموالي الايراني، وين تصريحاتك حبيب قلبي؟ الامن مستتب ما شاء الله، واحد ببيته ما يأمن على نفسه. تجدد الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات والنزاعات العشائرية المستمرة مثل ما قلنا تثير الحديث عن هشاشة الوضع الأمني بالبلد، اللي صاير بالضبط مثل الشكر بيدك. القوات الحكومية والأمنية عاجزة تماما عن ضبط الأمن والسيطرة على السلاح المنفلت، رغم مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني أنه البلد مستقر أمنيا. مراقبين يقولون أنه حل الجيش العراقي وراء عام 2003 وبناء قوات حكومية على أسس حزبية وطائفية ومناطقية نطى الفرصة للعشائر أن تظهر كقوة كبيرة، خصوصا ويا زيادة تسليحها وامتلاكها إلى أسلحة ومعدات متنوعة من الخفيفة إلى الثقيلة. بدنا نحكي على عتاد وسلاح. تهديد العشائر بيناتها من دون اللجوء إلى القانون وفضل النزاعات صار من الظواهر الشائعة، وهي سلبية واللي أخذت بالاتساع بشكل كبير جدا بالآونة الأخيرة. وعندنا مقطع أظهر لنا استياء أثار استياء المواطنين العراقيين بسبب فيديو لصاحب منزل تم تهديده من وجهاء عشيرة أمام أنظار أولاده بوسط تساؤلات: شنو دور القانون؟ شنو دور القوات الأمنية؟ ليش ماكو فرض للقانون بالبلد؟ ليش ماكو واحد يردع؟ وليش الوضع بالبلد مثل ما يقولون أبناء الشعب العراقي هيت؟ خلونا نشوف. أنا ما عندي لا سلام ولا قبول، أنا جاي قايم زين لك اليوم مباشر خوش اليوم مباشر، كل من يعيني الله على حال احنا قايم حدا ما يباكي ما حد يا احمد لا احمد ولا زربان هل شغل يوم افتهمت ولا احنا طيب جنات شيخ ابو امير طيجان من الحريه هاي لك اليوم مباشر بيناتنا العباس ابو فاضل ولدك ما خليهم يطلع ساعه قطع شوارع عليهم افتهمت ولا اضل البيت يلا توكل اضل البيت وين الحاج يلا لا حد يحكي هاي المنطقه كلها تشهد طيب هذا البيت مو بالطيب
هذا بيت حيدر مطلوب الطي خلي كل تشهد الى اليوم مباشر. ما عاشر عندك ويوم ما عاشر عندك ويوم ما عاشر عندك ويوم ما عاشر عندك. مع احترامنا إلى كافة العشائر العراقية ومنهم طي أو الطائية، بس هل التصرف هذا صحيح قدام أولاده؟ ولك اليوم مباشر ومنخلي ولدك يعيشون ومنخليهم يشوفون شمس وتهددوه قدام المنطقة وما عاش اللي يندق ويانا؟ وين هاي؟ في بلد علم البشرية القانون، أول بلد نزلت به تشريعات، أو يعني مو نزلت عفو، أول بلد وجدت به تشريعات هي قوانين حامورابي آلاف السنين. قوانين حامورابي الكثير من عدها القانون الفرنسي اللي انبنت عليه أغلب القوانين العالمية في كل بلدان العالم أو في أغلب بلدان العالم، ماخذة قوانين من تشريعات حامورابي. وإحنا في هذا البلد اللي عمره آلاف السنين، البلد اللي علم العالم القراءة والكتابة، البلد اللي كان في يوم من الأيام قبلة المشارق والمغارب، البلد اللي كان في يوم من الأيام هو مؤسس العلم والعلماء، البلد الذي كان في يوم من الأيام يخرج أجيال والناس تروح حتى تحتكم إليه، اليوم البلد بلا قانون. مع احترامي إلى كافة العشائر، هذه ما مقبولة. مثل ما أنت ابن عشيرة ذاك هم ابن عشيرة، مثل ما أنت عندك حمولة ذولاك هم أنا عندهم حمولة، مثل ما أنت تهدد ذولاك هم أنا يهددون. ليش نرجع إلى أزمان الغابرة؟ ثار ويا فلان وثار ويا علان وفلان سوالنا فلان شو فلان شنو اللي سوال ولد تهددوا بهاي الصورة؟ اطلعوا احكوا لنا خلينا نفتهم، احنا شفنا بس هالفيديو. ومع احترامي للشيخ اللي جاي يحكي، عمرا مو ما الشيخ عموم او شيخ عشيره، مازن القريش يقول وينكم القوات الامنيه؟ لابد من وضع حد المثل لهكذا التصرفات، تهديد واضح وضغط على الناس الامنين لغرض اجبارهم على دفع مبالغ ماليه باسم الفصل. وعبد المالك احمد يقول اذا ما نخلص من الاحزاب والعشائر نظل بالنفق المظلم الى الابد، لان ماكو قانون بالبلد. وسام الفيحان النمراوي، هذا هم يعتبر رجال جاي يهدد واحد بباب بيته وجاي وياه كم زعطوط معقلين ويهوبزون. محمد النمراوي، هذول يراد لهم خبطه كلش قويه بحيث ما يرفع راسه طول ما هو بالعراق، استهتار وتهديد علني. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضيه. ابو عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخوي العزيز. استاذ الفاضل، موضوع الحلقة طبعا انا ما كنت حاضر اولا. احنا عدة مواضيع، هسه احنا بدنا نحكي عن الانفلات الامني، من ضمنها انه دخول واقتحام عناصر تابعة الى ميليشيات مثل مصارب بغداد، عناصر تابعين للسراية اقتحموا منزل واخذوا اصحاب المنزل وروعوا الناس الموجودين به بمحاولة الاستيلاء على المنزل، والثاني شيخ عشيرة أو وجهاء عشيرة يهددون مواطن هو وولده قدام بيتهم مثل ما شفنا. نعم أستاذ الفاضل، أولا هذا بلد العجائب والقرائب. ثانيا كل شيء، ما زال البلد محتل، الاحتلال الأول الأمريكي واحتلال الثاني هو الإيراني الفارسي، ما زال البلد محتل من قبل هؤلاء الدولتين، ما يصير براسه خير إلا ما شاء رب العالمين. لازم ينهض الشعب نهضة واحدة، لازم يرجع البلد الأهل الأصليين كلهم جم ولفوا من برا، كانوا بحضان إيران، كانوا بحضان الإسرائيليين، وهسه جموا لزموا البلد. أنا مو صحيح من 2003 ولحد هاي الساعة أي شيء يصير من قبل الميليشيات المسلحة والفصائل المسلحة اللي لا شرعية بالعراق لها ولا قانون لها ولا دولة تنهار من الشاك منفلتة، ماكو شيء. تجي على سيطرة، تعبر من سيطرة بالعراق السلام، تجي على سيطرة أخي العزيز، كل عنصر بالسيطرة هو سيطرة واحدة، يعني سيطرة دخول وخروج مشتركة، أو الدخول يخليك تدخل أو الخروج يخليك تخرج.
كنت اقول مثلا يقول لك ما تدخل نعم نعم هسه عبارتها خلوا الثانويه مالتي ارجع ابو الخروج يقول لك انا ما خليك تخرج انا لازم ساعتين او ثلاثه وين هذا شنو ما قبلت هيك شيء نعم كل بلدان العالم ماكو هيك شيء نعم بس بالعراق مهزله حشد استهتار انفلات امني تحكم عده عصابات منشيات احزاب ساعده كانت ساعده بالدول جت نزمه العراق قامت تحكمون نعم وين اموال الشعب العراقي؟ نعم وين كرامه العراقي؟ وين كرامه الانسانيه؟ لا انسانيه ولا اخلاقيه ولا اخلاق عندهم نعم كل مبدويه الاخلاق الدوله او الاحزاب اللي حاكمه العراق دوله بطن دوله نعم 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 اخي العزيز دوله بطن دوله نعم ماكو هيك استهتار نعم نعم شكرا شكرا لك ابو عبد الله عبد الرزاق من بابل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ افل اذا تسمح لي عندي مقدمه مفرحه ومؤلمه بنفس الوقت نعم بالنيابه عن الشعب العراقي عامه والنيابه عن الشعوب العربيه والاسلاميه أقدم كل الشكر والتقدير والاحترام والتبجيل لدولة جنوب أفريقيا لموقفها المشرف صراحة موقف يعني يعتز به كل عربي وكل مسلم لتقديم شكوى ضد الكيان الغاصب كيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية لإظهار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. نعم. فطلبي من الشعوب العربية والشعب العراقي رفع العلم جنوب أفريقيا فوق كل دائرة فوق كل بيت لإظهار بمحبتنا ومودتنا لحكومة جنوب أفريقيا وشعبها صراحة لأنه هذا موقف مشرف وبنفس الوقت اللي يؤلمني بأنه وقوف الحكومات العربية والحكومات الإسلامية موقف سلبي تجاه القضية الفلسطينية فهذا اللي يؤلم وهذا اللي يفرح يا أستاذ بالنسبة للموضوع الخاص بالعراق أستاذ أفل البلد عندما تحكم ميليشيات تحكم عصابات يكون يعني يكون الفوضى عام لا قانون اللي يدير هذا البلد ولا أخلاق إنسانية تحكم هذا البلد وتعرف كل زين وأنا رسالتي إلى وزير الداخلية هاي يسموها دقة عشارية هاي الدقة العشارية هي أربع إرهاب ليش ما تفعل يا وزير الداخلية مو أنت هاي الناس هذه بحمايتك وأنت المسؤول عن حمايتهم ليش ما تفعل القانون وزير الداخليه؟ فمع الاسف يا استاذ افل وزير بلا وزاره وبلد يعني ما يحكم القانون فمن ما يحكم القانون هاي النتيجه تحياتي لك. شكرا لك اخ عبد الرزاق. متقاعدين عراقيين يتهمون حكومه اطار التنسيق اللي راسها محمد الشياع السوداني بعدم الجديه بحل ملف المتقاعدين ومكتفين بالوعود الاعلاميه والتصريحات بحل ازمه حقوق طبقه مسحوقة من المجتمع العراقي. هذا اللي نحكي عنه هو بسبب اكتظاظ المئات من المتقاعدين أمام دائرة التقاعد العامة ببغداد. من أجل شنو؟ دا يروجون معاملة ما شهادة حياة. ليش؟ لأنه بلا شهادة الحياة ما راح يضمنون استمرار مرتباتهم التقاعدية. هاي الصور اللي جت تعبر عن عدم الاكتراث الحكومي بهاي الشريحة ممن أفنى نفسه بخدمة هذا البلد بظل ارتفاع الأصوات المطالبة بزيادة رواتبهم بما يتناسب ويا التضخم بالبلاد وإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية نتيجة للإهمال الحكومي لهم مو بس هاي الحكومة والقبلها 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 وإضافة إلى ذلك الأزمات الاقتصادية تتفاقم يوم ورا يوم. خلونا نشوف كما تلاحظون يطالبون إدارة التقاعد يطالب من المتقاعدين من عمر 60 فوق شهادة الحياة شهادة حالة يشوفون حالة وفاة لو عايش ولاحظ الزخم على بناية كبرها دخل دخلهم جوا دخلهم جوا من الصبح شوف تدافع على الباب هم من الصبح ما يدخلون الباب ما يدخلون هاي النتيجة
حتى على شارب او الباب لا احد يعطيني الساحه يعني على حوالي السلم المرور يعني كلهم من الناس الرجال كبار السن النساء يعني وخر حتى على صفحه على الشارع بدي اكون فيهم معوقين توقف السياره التاكسي تنزل معوق يعني انا ما راح اعطي انسانيه بس وانت على الشارع لاحظ لاحظ الزخم لاحظ الاعداء راح يجي واحد يقول ترى مو كلهم كبار بالسن اكو بيهم شباب اي نعم اخوي راح تلقى شباب بدائره التقاعد العامه اللي جاي على ابوه اللي ما يقدر يوصل لكبر سنه اللي جاي من اجل عمه اللي ما يقدر يوصل لنفس النتيجه اللي جاي من اجل معوق من ذوي الاحتياجات الخاصه تلقي شباب واقفين في كل بلدان العالم هسه على الكره الارضيه كلها اكو بيها تضخم الكرة الأرضية كلها بلدانها 198-197 بلد ديعانون من غلاء معيشي لكن كل حكومات العالم دائما تدرس الحد الأدنى للأجور أتصور الحد الأدنى للأجور أقر عالميا ما يقل عن $400 إلى $450 أتوقع قارنوا لي الـ400 بالـ450 ألف دولار لما تروحون تلقون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 و 400 ألف وشوف الفرق بين هاي وهاي مثل ما سمعتوا الأخ المتقاعد قبل شوية بالفيديو هذا اللي وثق بعدسة تليفونه تساءل عن التنظيم واقترح على دائرة التقاعد العامة أن تدخل المراجعين جوا بدل ما تتركهم ينتظرون بالشارع قدام دائرة التقاعد العامة لكن المتقاعد وغيره لما انطبوا ما يعرفون أنه دائرة من الداخل خريبة ما مهيئة لاستيعاب هذا العدد الكبير ولما دخلوا تحول الأمر بداخل دائرة التقاعد العامة اللي هي أبعد أن تكون إلى دائرة رسمية إلى فوضى كبيرة بوصل تساؤلات شنو الهدف من ترك هاي ذول المسنين عرضة للإذلال للإهانة بدل من تنظيم المعاملات إلكترونيا من دون حاجة إلى المراجعة للدائرة خلونا نشوف هاي ساحة الوثبة هاي المساكين هاي العالم شنو رأيكم؟ الناس لما شافت معاناة المتقاعدين بدأت تتعلق على هذا الموضوع درية توفيق تقول عمي الحكومة عايشة بغير عالم ولا لها علاقة بالشعب همها الوحيد مصالح عذابهم ومصالحهم الشخصية والشعب إلى الله ياسر النقيب منو بحال المتقاعد المتقاعد بالعراق ميت هو وقاعد أبو قاسم السامرائي الله لا بارك فيهم والله دمرونا ماكو رقيب وما حد يحاسب وأبو سامر الكعبي يعني هذا تقدير المتقاعدين كبار السن وأمراض مزمنة اتقوا الله مو بس هذا التقدير إلى من أفنى نفسه لخدمة البلد أقل واحد بيهم من المتقاعدين عمره حاليا بالستين سنة وأنتوا عمر نظامكم كله 20 سنة خدمت بجد نظامكم السياسي المقيت 3 أضعاف وجايين نتعاملوا بهاي الصورة وهواية من عندهم وأعرف أناس شخصيا خدموا البلد 40 و50 و55 و60 سنة وعمداء كليات وأساتذة جامعيين وراتب الحد الأدنى من الراتب التقاعد 350 ألف أو 300 ألف ما أدري 400 ألف وقيس وزارة الزراعة العراقية كشفت أن العراق فقد 82 ألف دونم زراعي قرة عيونكم من كل قلبي أقول لكم إياها إذا أنتوا وزارة بلد بمنطقة خصبة جدا للزراعة نتيجة لعمليات التجريف الممنهجة اللي تستهدف الأراضي الزراعية وتستهدف البساتين عندنا سكان منطقة الهواشة بعرب جبور جنوب العاصمة دي يعيشون أزمة إنسانية بسبب قرار حكومي جبرهم أن يخلوا منازلهم ومزارعهم اللي هم مشرفين على رعايتها وبوثائق رسمية مو من هسه من زمان عقدهم ينتهي شوكت أو عقدهم بدأ بالـ95 باستمرار لمسلسل التهجير والإخلاء لمنازل المواطنين بمحافظات عدة وناشدوا عدد من ملاك هاي الأراضي الحكومة أن تتدخل للحد من نشاطات جهات متنفذة دا تسعى حتى تحصل على هاي القياعين الزراعية وتحولها إلى سكنية أو استثمارية خلونا نشوف سيادة الرئيس هذا البستان بالبعثة وطبعا أنت تعرف
كل القلائل بقت البساتين هنا بالمنطقة كلها تجرفت وانتهت، وهذا يعني بوقع من القليل يعني. وإحنا ناجدك بموضوع أنبوب المجاري، يردون يدخلون أنبوب المجاري بهاي الأرض، وهذا دخول الأنبوب بهذه الأرض يعني تفليشها. البوري 3000 متر زين، احنا يعني هاي صار لها سنين احنا نداري بيها ونتعبيها وما خلينا على حال ومال وما ذبينا عليها زين. تالي تجي يعني شلون جهات منفذة متنفذة انه تقول انه هذا لازم نطول بوري منه زين، ما تفوتوه على اراضيكم، ما تصرفون عليها كم فلس والزيدون المصاريف عليها وغيرون اتجاهها وسووا لكم حل يعني، الا تتفلشون هذا البستان كله في سبيل انه ما عندكم واحد يصدكم، لانه الناس يعني شلون كلها بالقوه ده تجي الفقير شو يسوي يا اخي؟ شو يسوي الفقير؟ يعني هذا البستان كله يدمروه، والله حرام، والله روحنا صايره بيه، روحنا صايره بيه تعب وفلوس وصرف، يعني معقوله يجي هذا كله يفلشه لانه هو ده يريد يمشي الانبوب مالته منه؟ الجماعة عندنا بالعراق ما يفكرون أنه إذا عندهم مخطط لتوسعة أو تمديد شيء وواجهوا عقبة أنه يروحون بعيد. الجماعة لا، يقصون الموجود. هذا اللي صار يا مقبرة معروف الكرخي، دا يردون يبنون جسر يردون يزيلون المقبرة وعمرها مئات السنين بها علماء، حتى الميت ما سلم منهم، فتريد يسلم منهم الزرع والبستان اللي يفيد العراق بمحاصيل زراعية من تمر وحمضيات، واللي يفيد العراق وبغداد بهواء نظيف وتنقية هواء وغيرها 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 وحزام أخضر وترطيب الجو، إضافة إلى تلطيف شدة حرارة الصيف. هذا كله ما يفيدهم، بس أنه يجرفون بستان طز بالبستان والنخل والحمضيات وغيرها. سكان منطقة الهواشة قالوا أن قوة من الشرطة الاتحادية هجمت على منطقتهم واعتدت على الرجال والنساء اللي بسبب أنهم رفضوا هدم منازلهم، وأشاروا إلى أنه قرار الإخلاء يتزامن ويا قرار حكومي آخر يقضي بتوزيع قطع الأراضي بمنطقتهم إلى منتسبي وزارة الدفاع، بحجة أن ملكية الأرض رجعت إلى الحكومة بعد انتهاء العقود عام 1995 وما تم تجديدها. يعني قرار الإخلاء الحكومي لمنازل السكان منطقة هواشة بعرب جبور انعكاس للي حدث بعدة محافظات من تهجير وهدم لبيوت المواطنين بقرارات ذات دوافع سياسية وحزبية ما تراعي الحالة الإنسانية والمعيشية لسكان أغلبهم من طبقات كادحة فقيرة ضاربة بعرض الحائط امتلاك الكثير من قاطني هاي المناطق المشمولة بالهدم والترحيل إلى وثائق رسمية تثبت أحقيتهم وملكيتهم لأراضيهم. خلونا نشوف لحظة اقتحام القوات الحكومية. العالم ده الخطير. صور يتعدي صور فالعالم ده الخطير. أردس وزير التخطيط ووزير الإعمار ورئيس الوزراء لحكومة إطار التنسيق الموالي لإيران، تريد تقنعني أن العقود منتهية بال95؟ لو تريد تقول أنه العقود مالتكم باق هبول بريمر، لو تريد تقول احترقت ويا اللي حرقتها آلة القتل الأمريكية لما غزت العراق واحتلتها، لو تريد تقول أنتوا ضيعتوها حتى تأخذوا حقوق هاي الناس. إضافة إلى ذلك، أنا أذكر أكو شيء اسمه قانون الشفعة أو نظام الشفعة. الشفعة المن الشفعة الذولة
اللي فلح وزرع وتعب وشقى وساهم بهاي القاع إلا شفعة أنه يمتلك هاي القاع، بس ما سامع أنه واحد زرع وفلح وتعب وشقى وصرف على قياعين وراها يهدوها دي يحولوها استثمارية أو يمدون بوري مال مجاري، ونص العراق ما بي مجاري. والبارحة بحلقة البارحة ما صوتكم طلعنا شوارع جديدة صارفين عليها 130 مليار دينار عراقي بلا مجاري، بس حاطين سباس وقير. حميد الجبور يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. طه ياسين، قبل الانتخابات شيء وبعد الانتخابات شيء. عز الدين الجبوري، الظاهر تعلموا على تخريب البلد مو كافي، فلشتوا محافظات وهجرتوا أهلها. ملاك، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، بيوتنا وما نعوفها، ليش اللي ديسهون بينا مو كلها أيتام هذه المنطقة. كان هذا تعليق الناس على هاي القضية. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ أفل. إحنا دنشوف هاي سلطة الأحزاب اللي ماكو وراها أي نفع وأي خير، يعني من 2003 ولحد الآن هاي السلطات اللي هي متآمرة على شعب العراقي، يعني من شمال الجنوب، يعني كثير عندنا مناطق، عندنا بغداد وحزام بغداد، نشوف هاي الميليشيات وأحزابهم السلطة اللي هي جت من نزيالة أو من الطارمية أو من أبو غريب أو كل هاي المناطق في حزام بغداد، عرب جبور، كل هاي المناطق اللي هي مسؤولة عليها هاي الميليشيات وهاي الأحزاب. هاي الأحزاب تجي يوميا يعني بحجج، إما يعني دنبوري من دون ما نفض، واحتمال أنه أمور أخرى من أجل أن يهجرون هذول الناس اللي موجودين بها والساكنين بها. يعني عند رئيس الوزراء من يسمع هاي الناس اللي موجودة اللي ما قبل 2003، يعني بالتسعينات بالثمانينات، هاي الناس إلها بيوتها وإلها قاعة زراعية وإلها يعني سندها بالعقار بالطاب وكلها هاي موجودة. كيف أنه ترضى الحكومة والقوات الأمنية من هاي الميليشيات يعني تهجير هاي الناس وتحويلهم الى مناطق اللي يردون هم، يعني بناء مولات او بناء مستشفيات، وتهجير ناسهم يعني بحيث ان يكون المواطن يحير بامره، اذا ما تهجر يقتل واذا ما يقتل يسجن. هاي الامور المفروض تكون لها حسابات، يعني الدوله تحاسبها الى رئيس وزراء، هاي من تكون هاي تعتبر الى هيبه الدوله وقيمه الدوله تنكسر امام شعبها وامام ناسها، لانه هاي الامور استفزاز المواطن. هو مو من حق اي انسان ان يكون بالسلطه يستفزها، يعني مو يعني دار او دارين، كثير من الناس اللي مسكونين قاعدين بيها يعني تم تهجيرهم بدون اي شغلات امنيه او شغلات يعني تكون انه امر عندهم، ما عندهم. هاي مجرد يستحلون على ابنيتهم، يستحلون على تجريب المناطق اللي عندنا. للاسف ما يكون عندنا رادع من سلطه من حكومه المالكي او حكومه العبادي او حكومه الكاظمي، كل الحكومات ما شفنا من عندها رد، ما شفنا من عندها يعني محاسبه هؤلاء. واحنا اللي دمر العراق من 2003 الاحزاب الفاسده ورؤساء الاحزاب والميليشيات والقاده اللي هم سبب تدمير العراق. ونسال الله ان يزيح هاي الامه من الشعب العراقي وترجع اراضيه ويرجع حقوقه اللي سلبوها هاي سلطه الاحزاب، وان شاء الله بعون الله تعالى ما يحق الا الحق. وتحياتي لك استاذ افل، وتحياتي قناة الرافدة. كشف اعلان رئيس حكومة الاطار التنسيق الموالي لايران محمد الشياع السوداني مؤخرا شمول 2,151,551 عائلة باموال الرعاية الاجتماعية او دعمها عن جهل مريع ومرير بدور الحكومة بمعالجة الفقر، متباهي بزيادة عدد الفقراء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية. اقتصاديين أجمعوا أن السوداني باستعراض الإعلامي بشمول أكثر من 2,000,000 أسرة بالرعاية الاجتماعية، هذا يعلن عن وجود أكثر من 10,000,000 عراقي فقير، إذا ما افترضنا أن معدل عام كل أسرة عراقية تتكون من 5 أفراد. أكدوا أنه بلد مثل العراق زاخر بالثروات، من المفترض أنه تشتغل الحكومة بها على استثمار أموال الثروة النفطية والغير نفطية بمشاريع منتجة تدر على البلد أموال وعلى مواطنيه وتدير عجلة الاقتصاد العراقي وتقلل من الفقراء ببلد
ويتباهى بزيادة أعدادهم مثل ما عرض السوداني. مشهد الأطفال بالتقاطعات صار مشهد مقزز لما تشوف طفل يمتهن تنظيف زجاج السيارات، وصار مشهد مألوف بظل ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير جدا. خلونا نشوف هذا المقطع اللي تم تداوله بشكل كبير جدا لطفلة عراقية استقبلت عام 2024 تتحسر على حالها لما تقارن ظروفها ويا أطفاله هواية بمشهد حقق تعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أبو سراوة نوري المالكي، لو هاي بنتك تقبل؟ محمد الشاع السوداني، عادل عبد المهدي، حيدر العبادي، مصطفى الكاظم، أي واحد بيكم، أنا دحت شوية رئيس السلطة التنفيذية، وأي واحد مسؤول بالبلد لو هاي بنتك يقبل. بس أنا أطلب من الشعب العراقي يومية بالليل يطلع بالشوارع وبالبالكونات وعلى السطوح ويصفق، يصفق بكل قوته حتى يسمع للسوداني انه هو دا يصفق له لما دا يتباهى انه عندنا 2,151,551 عائله هسه انشملوا، ايش قد عندنا اللي كانوا مشمولين اصلا 2,151,551 اسره ببلد ينطي فرص عمل للاجانب وشبابه ما عندهم شغل، ببلد راتب الرعايه الاجتماعيه بيه ما يسوى فلس، ببلد ما يهتم بذوله اي واحد يباوع هذا المشهد خلي يتخيل انه هاي بنته، وخلي يعطيني مشاعره شنو. مراقبين يقولون انه ظاهرة الفقر بالعراق اللي يعتبر اغنى دولة بالعالم بثرواتها النفطية والغير نفطية يرجع بالدرجة الاساس الى السياسات الحكومية الموغلة بالفساد وسرقة الخيرات والنهب من قبل سياسيين يقولون هم عراقيين لموارد البلاد الغنية. خبراء يقولون انه مواجهة الفقر تحتاج الى خطوات بمقدمتها تنشيط القطاع الاقتصادي بشكل عام من معامل ومصانع وزراعة، دعم الواقعين تحت خط الفقر ببرامج الإقراض، رعاية المشاريع الصغيرة حتى ينهضون بواقعهم. أجمعوا أن نظام الحماية الاجتماعية اللي دا يشتغلون به حاليا يخص شريحة معينة من الفقراء، لكن نظام إعانات ومنح فقط وليس نظام تمكين. شددوا أنه الأهم بالواقع العراقي هو مو مواجهة حالة الفقر عن طريق توزيع أموال، لا، المفروض معالجة الملفات الاقتصادية والخدمية اللي تساهم مباشرة بتحسين الإيرادات لكل العاملين بمختلف القطاعات ومن ضمنهم الفقراء. لكن يبدو أن نظام الرعاية الاجتماعية اللي هم يتبجحون به يخص فئة من دون الأخرى، وراء ما تركت الحكومة الأكثر تضررا وفقرا وراح تتوزع منحها إلى عند تزكية اللي عند ابن عم اللي عند ظهر من حزب أو من كتلة أو من مسؤول. هذا اللي قال إنه يا مواطن يشتغل بتنظيف زجاج السيارات هو ولده بمحافظة ميسان. خلونا نسمع. ملينا من لم القواطي ومن لم الكواكين ملينا، وصار في حالنا شيء والله كنا سعرفهم ما مستحقين، وكيف يجينا ما مستحقين قاعد يستلموا ربعها بس عن طريق العلاقات غير عمر عاي اجتماعية. أنا على ذمتكم وبرقبتكم وبرقبة الدين، مو اللي الجهال هذول باش إن هذول الرعاية الاجتماعية ورب الاستحقاق قاعدين بخرابة بالحواسب، وهذول ايتام الأم، وناشدكم باسم الدين وباسم الأخلاق وباسم الإنسانية. ايتامة أم قاعدين بخرابة يشتغلون ويا أبوهم بمسح السيارات، ولا مين كراتين ولا مين معادن ولا مين قواطي،
تقدر تقول لي شنو اللي شافه هذا الطفل؟ كنا نقول الطفل العراقي اللي انولد بالثمانينات ما شاف حياته، واللي انولدوا بالثمانينات كانوا يحزون جيل الستينات والسبعينات ويقولون ذولاك شافوا حياة أفضل من أدنى، لأن ذولاك الجيل الذهبي في أوج العراق وازدهاره والقوة الاقتصادية. لكن ذولا لمن يحزون؟ يحزون الثمانينات، يحزون الستينات السبعينات. شنو اللي شافه هذا الطفل اللي من المفترض الطفل بأي مكان بالعالم يدرس ويضوج من التعليم وأهله يجبروه على التعليم ويلعب وينتظر العطلة ما تجي أو العطلة الأسبوعية تجي حتى يطلع يلعب ويتونس ويا أقرانه، وما شايل هم لا شغل ولا تعب ولا كد ولا يكون هو مسؤول عن عائلة. إذا كان الأب موجود ويا ذولا الطفلين، أكو هواية من الأطفال اليوم بالعراق هم اللي دا يشتغلون ودا يعولون عوائل نتيجة عجز في أحد أفراد الأسرة أو الأبوين أو وفاة أحد الأبوين أيتام. بس الجماعة عندنا من ذولا؟ هسه يطلع لنا واحد من السنة هذا عراقي؟ يا خطية فقير باعوه خطية ملاقي بيت عايش بالخرابة. يلا سدوا التلفزيون، شنو المشروع الوهمي الجديد؟ الجماعة هيك عايشين. الناس شما شافت هاي الفيديوهات علقت رعد كعبي الله مع الصابرين رحمتك ربي لهذول الناس الذين لا حول ولا قوة. على حسين ماكو عدالة، ناس بيوت وسيارات عدها وتستلم رعاية وناس كاتلها الضيم والفقر بلا رعاية. أبو عباس الميساني إيه والله للعلاقات وللتجار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونك مدير الرعاية تشوف لو نايم. علي حافظ الرعاية للتجار والله الفقير ما عنده رعاية شي يسوي بيها، أهم شي التجار تستلمها. والتاجر شنو ما عنده 170 ألف 200 ألف المفروض هو اللي يستلمها، والفقير شي يسوي يروح يتوسل بالتاجر؟ طلبة جامعيين استنكروا توجه وزير ميليشيا العصائب مثل ما يسموه العراقيين، لأنه هو وجه يعني اعتبروه واحد من عندهم وجه إلى خصخصة التعليم واعتبروه إلغاء إلى مجانية التعليم اللي تميز بها العراق عن سواه من دول المنطقة ولسنوات، إضافة إلى ضرب رصانة التعليم المعمول بالجامعات الحكومية اللي خرجت خيرة العلماء والطلبة على مدار عقود من الزمن. استنكار الطلبة إجا وراء موافقة وزير التعليم نعيم العبودي على تحقيق شراكة ويا جامعات وكليات أهلية خصوصا الأجنبية منها، والموافقة على منح عدد من هاي الجامعات الأهلية رخصة لبرامج الدراسات العليا. جت الموافقة الأخيرة رغم رفض أكاديميين لإقحام فقرة التعليم بالموازنة بمنتصف العام الماضي اللي تسمح للجامعات والكليات الأهلية باستحداث دراسات عليا قبل أن تتراجع الحكومة وحذفت هاي الفقرة قبل التصويت على مشروع الموازنة، وراء مطالبات بالحفاظ على رصانة العراق العلمية ومكانته وعدم تحويل التعليم بالعراق إلى تجارة ومصالح شخصية وحزبية بدلالة على سعي حكومة الإطار التنسيقي الدؤوبة لتثبيت هذا الأمر كواقع حال. لهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي ركز لنا بهذا الانفوغرافيك على هاي القضية بالدراسات العليا بالجامعات الأهلية. خلونا نشوف.
العلم نور والجهل ظلام، هاي مقولة ربينا عليها. لكن المشكلة يعني حتى إذا نرجع هم يقولون إنه إحنا أحزاب إسلامية ويدعون إنه هم أحزاب المجلس الأعلى الإسلامي، حزب الدعوة الإسلامي، ما أدري شنو الإسلامي، ما كلها وكلها عمايم. بحرب أحد حتى أسرى مشركين قريش اللي ما يقدر يدفع الجزية والفدية اللي علم مسلمين القراءة والكتابة يقولوا لا أطلع. يعني إيش قد مهم التعليم بالإسلام؟ والسؤال الأهم، لولا التعليم، لولا التعليم التطور الصناعي والتكنولوجي كان موجود؟ لولا التعليم كان العالم فهمت قوانين الرياضيات والفيزياء والطب وغيرها وغيرها؟ لولا التعليم كان العالم قدرت تلقي لقاحات وعلاجات لأمراض؟ لولا التعليم كانت الناس تقدر تشوفني على شاشة التلفزيون؟ لولا التعليم كان انصنعت الطيارة وصارت الناس تقدر تسافر من مكان إلى مكان؟ حتى في زمن وجود التلفزيون والطائرات والسيارات وغيرها وغيرها كانت الناس ما تقدر تتصل مثل ما تتصل هسه عن طريق شبكة الانترنت، ببرامج كلمة دزها بنفس اللحظة توصل إلى الشخص الثاني بغير دولة عبر آلاف الكيلومترات. هاي كلها سببها التعليم. إلا جماعة جاي كأنما عنده ثار ويا التعليم، دقة ومدقوقة، التعليم بالعراق ما ينهض، والصناعة بالعراق ما تنهض، والصحة بالعراق ما تنهض، والزراعة بالعراق ما تنهض، والمواطن العراقي ما ينهض، والشاب العراقي يعيش بضيم، والفقير يعيش بفقر، ما تعرف ايش دا يسوون. كل بلدان العالم تهتم بالطفل بتعليمه بالابتدائية والمتوسطة والإعدادية حتى يدخل إلى جامعات رصينة حتى يتخرج حتى تستفاد من عنده. لو أكو دول بالعالم مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنتم مقاولين إلها، لما تشوف طفل بالابتدائية وبالمتوسطة نابغة في علم ما يسرعوه، وأكو أطفال أو مراهقين تخرجوا من جامعات. رجعت مطالبات الخريجين الأوائل خصوصاً العشر الأوائل من تسسو 4 إلى 10 بالمطالبة بالإنصاف نتيجة الإجحاف اللي صار بحقهم وتوزيع التعيينات، ولهذا السبب تصدر وسم أنصفوا العشر الأوائل ترند منصة إكس، وجبنا لكم بعض التغريدات. سارة حميد: بالقدرة الشبابية ينهض البلد، أعطوا العشر الأوائل مكانتهم وفرصتهم في خدمة المجتمع، تعيين العشر الأوائل مطلبنا. ودانيا حارث: لو كنت أعلم بأن مسيرتي الدراسية ستنتهي بأن أتذوق فيها ملح الأرصفة، ولو كنت أعلم أن يعطى الجاهل كرسي القيادة ويسرق من المتعلم حق الشهادة ما كنت درست أو تعلمت. هاي كارثة، كارثة وطامة كبرى لما الخريج يحس بهذا الشعور المرير. وملاك المساوي: مطلبنا تعيين عشر الأوائل وعدم اقتصارها على الثلاثة الأوائل فقط، لا توجد بيننا وبينهم سوى أعشار بسيطة، أنصفوا هذه الشريحة المظلومة. وداني حارث: هو أنصاف العشر الأوائل على أقسام وتعيينهم وأقل ما يمكن أن تقدمه الحكومة. فكان هذا تعليق الناس و يعني نشرهم حول وسم أنصفوا العشر الأوائل. نعم، أنصفوا العشر الأوائل مهم لسبب، لأنه بالبلد أكو وزارات وأكو مؤسسات، ومنها مؤسسات تعليمية، وأكو جامعات، وأكو مستشفيات، وأكو هواية مؤسسات بالبلد يقدرون يستفادون من عشر الأوائل. علماً أنه الأول والثاني كان معروف عليه أنه يدخل مباشرة أن يكون يتعين معيد في الجامعة حتى يستفادون من عنده، لأن يقول لك هو هذا الأول، هذا الأول هو الوحيد اللي يقدر أنه الدكتور باكر عقبه من يكبر بالعمر ويطلع تقاعد نستفاد من هذا الشخص، نكمل دراسات عليا حتى شنو؟ حتى يدرس أجيال جديدة. فمن حقهم العشر الأوائل أن يطالبون، وهذا حق مشروع، لأنه بالبلد عندك حاجة كبيرة إلى 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 موظفين بهواية أمور، من ضمنها المدارس، والبارحة طلعنا مدارس ما بها كوادر. نداء كافة المتقاعدين والمتقاعدات، كافة الجروبات والرابطات، كافة منظمات المجتمع المدني، كافة القوى الوطنية، كافة القنوات الفضائية بدون استثناء، تدعوكم الجمعية العراقية للمتقاعدين والجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق المتقاعدين للمشاركة في التظاهرة السلمية الكبرى التي تنظمها صباح يوم الأربعاء للمطالبة بالتالي: سرعة وضع التعديل الثاني لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 في جدول عمل المجلس، تنفيذ المادة 36 خاصة بالتضخم وبأثر رجعي، إقرار سلم رواتب الموظفين
الموظفين الجديد، تضمين التخصيصات المالية في موازنة عام 24، والتجمع أمام مركز شرطة الصالحية، ثم الانطلاق بمسيرة راجلة باتجاه مجلس الوزراء. وعلقنا نحن كلنا نؤيد ونتضامن مع مطالبنا العادلة وحراكنا السلمي، ونرجو التأييد والتضامن من الشعب العراقي. هذه الرسالة اللي وصلتني إلى برنامج صوتكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله. في أمان الله.